جولتنا في مهرجان شتاء طنطورة مستمرة. التقاليد والأصالة من حولنا تدعونا لاكتشاف الجوهر الحقيقي لمحافظة العلا. لا يمكن أن نزور محافظة العلا وأن نغفل عن أهم مزارع إنتاج الحمضيات في العالم، والتي أيضاً تتميز بالتمور الخاصة بالمحافظة. العاملون لا يكلون ولا يملون من إعطاء المعلومات القيمة بالمكان. يستقبلون زوارهم بالترحاب وتقديم القهوة ومنتجات المزرعة. مزرعة الأميرة نورة أحد أهمها وأشهرها، يتوافد لها الزوار للاستمتاع بأجواء الطبيعة الصافية. ليس هذا وحسب، فهي أيضا تهتم بالحيوانات مختلفة الأنواع لينعم الزائر بتجربة شاملة ومليئة بالحياة. القائمون على المزارع في العلا يتنافسون لكسب رضا السائح. لن تجد تكرارا في التجربة عندما تزور مثيلاتها، لذلك اتجهنا إلى مزرعة مذاق العلا. هنا أنت في الخيار، إما أن تختار الثمار المعروضة لتذوقها أو أن تقطف الثمار أثناء جولتك بداخل المزرعة. المزرعة أغلبها الحين شتوية، فالمنتجات الموجودة الحين شتوية مثل الليمون واليوسفي والبرتقال والمندرين، وفي البرتقال الملكي الصغير. أيضاً يتوفر المكان المناسب لعصرها والاستمتاع بعصير من اختيارك. وفي الأجواء التراثية، السيدات يعملن على صناعة أدوات منزلية. يحرص السائح على مشاهدتهم وهم يتقنون صنعها يدوياً. جمال ومحتوى هذا المتجر لن يدعك تغادر المكان قبل اقتناء أحد هذه القطع، والتي تمثل ذكرى ستبقى عالقة في قائمة ذكرياتك، بالإضافة إلى مشتقات زيت المورينجا الذي يستخرج من شجرة البان النادرة وذات المعجزات الطبية المعروفة. ابتسامة الأطفال وانبهار الكبار برهان على سحر هذا المكان. قصر الفريد وجهة سياحية لهواة الآثار، يمنحون من خلالها الضيوف فرصة معايشة المواقع التاريخية، بالإضافة إلى المرشدون السياحيون من أهل المنطقة والذين تلقوا تدريبا في المجال على أيدي خبراء عالميين. السيارات الكلاسيكية زادت من جمال الجولة. الهيئة الملكية لمحافظة العلا وفرت أسطولا من سيارات ذات دفع رباعي قديمة لتمكن السائح من الاقتراب أكثر من المعالم الجيولوجية المتميزة.